السلام عليكم، معكم محمد السعيدي، مختص الشؤون الرياضية سواء بالمملكة المغربية أو خارج أرض الوطن. أولا تحية رياضية، تحية تقدير واحترام لجميع المغاربة الرياضيين الكرام الفضلاء. فيما يخص السؤال اللي طرحتوه عليا بخصوص المقابلة ديال نهضة بركان واتحاد الجزائر، صراحة كسائر الرياضيين وكسائر المتتبعين بالشأن الكروي داخل المملكة المغربية تفاجأنا بهذه التصرفات الغير رياضية وغير القانونية اللي صدرت من طرف هذوك المحسوبين، خاصة على الشعب الجزائري، هذوك الكبرانات اللي حشرنا الله معهم، خاصة أن سيدنا الحسن الثاني الله يولي برحمة الله راه سمح لي أنه قال خطاب في هذا الشأن أن احنا عندنا جيران الله حشرنا معهم، ما عندنا ما نقوله، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هذا التصرف اللي ما تدخلش في إطار الروح الرياضية وما تدخلش فيما هو رياضي قانوني إفريقي عالمي، لأن التصرف اللي قاموا به هاد الناس المسؤولين في المطار بعدما قاموا بحز الأقمصة ديال الفريق نهضة البركانية اللي تمثل المملكة المغربية، تصرف غير قانوني وتصرف الجميع السنكرو سواء في المملكة المغربية أو عبر جميع بقاع العالم، وهذا الشيء كله ماشي في محله وما تناسبش الأعراف الدولية الرياضية اللي نصادق عليها لافيفا والكاف واللجنة الأولمبية، وإحنا بدورنا تحنا تنسنكروا هذا التصرف اللي ما تدخلش في إطار الروح الرياضية والروح كل ما هو جميل، لأن القميص في الخريطة ديال المملكة المغربية الشريفة العلوية اللي الأمور واضحة من 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 طنجة للقويرة، والحمد لله هذا عربون على المحبة وعلى الخير وعلى كل ما هو تاريخي ديال هذه المملكة المغربية اللي عندها قرون تحت القيادة العليا ديال سيدنا محمد السادس ملك البلاد اللي تنعتبروه الأمين الأول والرياضي الأول والصاهر على سلام أمن وسلامة هذا الوطن الحبيب الغالي على علينا وعلى جميع المغاربة.